انت تتوقعي بدر يطلق منى ويتجوزك؟ لا، السالفة هذه فيها وحدة، أنا أعرفها عدل وأنت تعرفينها عدل. طلاق تكفى، حدي مصدع ومالي خلق. يلا عاد تعال، يعني أنا قاعد أكلمك، شلون تعطيني ظهرك وتمشين؟ ما خلص كلامي أنا. أنت شلون تمسك لي شيء يدي؟ أكسر راسك بعد، سمعيني. كل ما بعدتي عنه كل ما أعطيتي فرصة يفكر ببيبي ويرجع لها. تهرب من شنو؟ تشتبين تبين زواج؟ يعني ما أقدر الحين. ليش؟ ما أقدر. بس ما أقدر ولا خايف منها؟ أنا حامل. قاعد أحاكيك. تصرخ؟ هذه آخر مرة ترفع إيدك وصوتك ببيتي. يعني هلا نقص منى هو اللي خلاك تدور على واحدة تانية، ما هيك؟ يا هلا يا هلا، الحمد لله على سلام. الله يسلمكم حبيبتي بعد عمري. استريحي استريحي. حي الله من يانا. شنو هذا يا الغالية؟ تو ما نورت الديرة؟ الله يعز غاليتك يا محمد. اشتعوا يا حافظ، ما نشوفك إلا بالسنة مرة، ليش القطاعة؟ بعد شو أسوي محمد؟ تدرين ظروف السفر ومرض الوالدة الله يحفظها، تبي اللي جاب لها طول الوقت. وعلي مسيكينة، يلا الله يكون بعونها إن شاء الله يا رب. قال لنا ضاري إنها قاعدة تعاني من الكيماوي. أي والله. المهم انت ايش حالك؟ ايش حال البنات؟ عساك بخير وعافيه. الحمد لله كلهم بخير، وانا وصيت العيال انهم يكونوا موجودين على الغداء عشان تغدى كلنا يميع ان شاء الله. صدق ابو محمد ما سافرت ويا الربع؟ عادي يقول لك بعمان الصيد حلالي والشحوم على هالكبر. انا وين والسفر وين يا معود؟ ترك عنك، صاير عسر وما ينتحاكه ابو محمد. اي والله العظيم ذاك اليوم راقدين من العرس طلع الوناسه كلها من عيوننا. ايش دعوه؟ الله يهديك. لا ابو محمد ما صدق. لا لا هو كذي صاير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. هلا. انا نورت الكويت حبيبتي. حالك شلونك؟ الحمد لله زينه. هلا حالتي. ما بغينا بعد. هلا حالك زينه حبيبتي؟ ماشاء الله ايش هالحلا. والله انت ايش حلوه صايره. ايش حالك؟ طمني عليك. تمام الحمد لله. زينه الله اكبرك. ما شاء الله عليها. الله يعينكم. قولي يا بعد قلبي، طلع لي بقلبك. ايش اقول لك يا محمد؟ متغير وايد وبالها مو معاه. ادري بان سفراته بين الكويت وهناك تعبته، وان طول الوقت مجاب لامي، وهالشي خلاني مقصرة معاه. بس شو أسوي؟ مو بيدي شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين ما كلمتي تفاهمتي معاه؟ والله أني حاولت، بس كل مرة مستهي يتهرب. بين كل وقت وقت سمعني كلام يقول إني هاد أهلي ومجاب لك وهاد ربعي وحبايبي وناسي. هالشي مثل السكين بقلبي يا محمد، بس مو فيدي. شو الحل معاه؟ والله ما ادري شو اقول لك يا وخيتي، مالك الا الصبر. يا شين الوحده لما يخيرونها بين امها وبين ريلها، اه من بطني واه من ظهري. بس ما عليك ولا تضيقين حقك، انا راح اكلمه. وضاري يعدني نفس اخته الكبيره، اكيد ما راح يردني. لا تحاتين. خلاص اللي بالصحن كله ماما. زين حبيبتي؟ إيه نسيت أقول لك، اليوم ترى شفت ندى. منو ندى؟ ندى بنت خالتي. أحليلها، شلونها؟ شو أخبارها؟ من زمان عنها؟ تمام أمورها تمام. أبي فشلة، من زمان ما سألنا عنهم ولا شفنا خالتي، والله فشلة. يا معودة شرشحتني ما خلت فيني شيء. قعدت شر تقول لي وينك عنا، وخالتي هم بعد ترى زعلانة علي وشرهانة علي وايد. للحين موجودة العيادة عندهم؟ إي موجودة، أمورها تمام، شغلها تمام. شغالة يعني؟ شغالة. هي شغالة وامورها ماشية تمام فوق التمام. بعد ايش تبي؟ شنو تبي؟ ايش تبي فيك يعني؟ شنو تبي؟ بنت خالتي وتبي تشوفني، تبي تقعد وياي، وانا ترى بعدين انا فقد من غير شر يعني، نوله علي. ما ادري على شنو، على خفة دمك توله عليك ولا على شنو؟ يا ما لا تقولين كذي حق ابوي. يا بعد عمري انت، يا بعد عمري يا حبيبتي انت، اي كذي كذي دافع عن ابوك. لا انا مو صدق اتكلم. ايش تبي بالضبط؟ شنو ايش تبي؟ منى ما تبي شيء.
منو؟ يعني مو سامع التلفون؟ ندى. ايش تبي؟ انت خالتي بتسأل عني؟ عادي. اقول لك شرهانة علي وخالتي تبي تشوفني ترى. أكلتها من قبل الله يرحم حمريكا. عليك بلف عافية، كلكم عليكم بلف عافية. أصلاً أنا اليوم ممزجة بالطباخ علشان جايتنا مهرة الغالية زايرتنا اليوم. معلش زود، وصح كلام ضاري، طباختش ما شاء الله ماكو مثله. حبيبتي هذه اعتبريها خفايف الحين، المرة الجاية مطبق زبيدي وهامور ومموش على كيف كيفك. عاد مموش أمي لا يعلى عليه. وبس المرابيان مجبوس الفقع باللحم أقوى بعد. عاد أم محمد طباخ عجيب. أم محمد لو تطبخ صخر في البحر يطلع حلو. خير دكتورة، طلبتي تشوفيني؟ إن شاء الله كل خير. في شخص ثالث هلأ رح يقعد معنا بهاي القعدة، بس ثواني. تفضل. مساء الخير. أقول أبو محمد. نعم. أخوك شكله متغير على مرته، جتني وشكت لي، هقوتي إنها هي تبي، بس هو اللي عايفها. هي قالت لك؟ ما يعرف للمرة إلا المرة اللي مثلها، وأخوك شكله مو صوبها. الله العالم، كل واحد صاك على روح الباب، ما يعلم فيهم غير رب العالمين. ونعم بالله، بس أنا هقوتي إن أخوك بيتزوج. ها إيه؟ الريال لا صدق عن مرته وتغير عليها، أكيد في وحدة بحياته، ولا نسيت؟ بعدين المشكلة الريال ما يدري إذا المرة حبت، تحس فيه أكثر من نفسه، حتى أغلاطه وخرابيطه إذا فكر إنه هو خاشم عنها راح تدري. لا، راح تدري وتسكت إذا هي شاريته، أما إذا عايفته هذا شيء ثاني. حنضل ساكتين كتير؟ ما حنحكي؟ أنا رح أحكي. بيبي، أنا بعتذر منك على المفاجأة اللي عملت لك إياها هلا. أطلع الاحترام. زين ليش ما تعتذرين مني أنا؟ بدر، اتركيه حسابه عندي. أوه، ما يتخوف من حسابك. ما يتخوف. على فكرة بدر بيكون ابن خالتي واخي برضع بنفس الوقت. شفتي الحظ لوين لاحقني؟ يعني انا ما خلصت منه بالعيله، طلع لي عندي هون بالعياده. على العموم انا اليوم جايبتكم لهون مشان تكون جلسه صراحه، نحكي كل شيء ونحط النقط على الحروف. تمام؟ بيبي انت من اول ما قلتي لي القصه تبعك وشرحتي لي تفاصيلها وقلتي لي عن بدر وانه مهندس ديكور
وعنده مكتب وهو كل خميس بالشاليه مع رفقاته. وشرحتي لي عن منى وعلاقتك معها، انا بلشت شك. ربطت الامور ببعضها لحد ما تاكدت من شكوكي. يعني انت كنت تدرين هو متزوج وما قلتي لي؟ انا وبدر بالفتره الاخيره ما كنا على تواصل، وانت لما قلتي لي انه هو طلق منى انا قلت يمكن طلق وما خبرنا. بس بعدين لما عرفت انه لساتها على زمته، كان بنفس الوقت اللي انت اجيتي لعندي فيه وكنتي منهاره وتعبانه نفسيا. وانا طبعا ما رح اجي خبرك هيك خبر وانت حالتك النفسيه تعبانه هالقد. اما بدر فانا للامانه وبصراحه متفشله من نفسي، والله العظيم اني انا مو لايق اي مبرر للتصرف اللي انت عملته. انت مو مستحي من حالك بدر؟ انت عرفان حالك شو عملت؟ فهمان حالك شو عملت؟ دارس عواقب الشيء اللي انت عملته ولا لا؟ هردا بنقضيها معاتب بقوم وبمشي. بدر مالي انا جايبتك مشان اعاتبك، لانه انا اصلا بعرف شو بدك تقلي. انا اليوم جايبتكم لعندي مشان اوضح الامور، مشان نحط نقط على الحروف. بيبي انا بعرف انك انت سلمتي قلبك لبدر بلحظه ضعف. كنتي بهاي اللحظه ضعيفه كثير، كنتي مثل الشخص اللي عم يوقع من الجبل ومستني حدا يسنده. حبك يا بيبي مبني على الاحتياج، نصه حاجه ونصه وهم، مو حب حقيقي ولا حب سوي. بلحظه انتي اصلا كنتي محتاجه لحدا يكون بحياتك، كنتي تقريبا مثل الشخص اللي عم يوقع من الجبل ومستني حدا يمسكه، وطلع بحياتك بدر. وصدقيني يا بيبي لو انه رجع فيكي الزمن بس بظروف تانية ما كنتي حتحبيه ولا كان قلبك حيتعلق فيه. وانت بدر انا ما بعتقد انه منى كانت مقصرة عليك بولا شيء، ولا بعتقد انه اصلا انت كان ناقصك شيء. اللي صار معك هو عبارة عن فترة فتور ملل دخلت لحياتك، حياتك مستقرة، مرتك موجودة، شغلك موجود، صار عندك فضول انك تجرب تجربة جديدة، تتعرف على انسانة جديدة غير مرتك. بس بتعرف شو اكتر شيء هالصورتك بعيني؟ انك انت عرفت انه هنن التنتين رفقات وكملت. لا تشدين حيلك وايد، ترى انا مثل بيبي دراي التالي، فلا تشدين حيلك وايد. بس سكتت، سكتت وكملت، صح ولا انا غلطانه؟ شوفوا انا هلا بدي اعرف شو نهايه العلاقه بيناتكم. انا اعطيته فرصه اخيره وقلت له يا تزوج يا كل واحد فينا يروح بطريق. تمام. منى حامل ما اقدر، صعبه. كثير منيح، هلا كل شيء صار واضح. بتمنى انه هاي العلاقه تنتهى ونعتبرها شيء وراح، لانه منى واللي ببطنه وبنتك ما بتستاهل ابدا الشيء اللي انتم هلا قاعدين عم تعملوه. اللي قاعد تسوينا هذا اللي المفروض ما يصير. Thank you.
عمري شلونك؟ الحمد لله طيبة، انت شلونك؟ تمام، الامور كلها تمام؟ ايه الحمد لله، مبكر اليوم والله ماكو، مالي خلق لويا وطلعة كلش، مالي خلق اروح مكان. ايه عادة الحزة تروح الجيم؟ مالي خلق جيم، قلت هي اشوفك شوي وقعد وياك. شو تشوفي؟ انا بقيت تالنت. يبي ندويه بدل يدومك امشي خلنا نفوت. وين؟ روح انت عشا. والله مالي خلق. لا 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 امشي. وين بتوديني؟ المكان اللي بخاطرك. زين دام كذي ارضى. يلا. شعليل يوم نايمه مبكر استانسه اكيد. تعالي اعطيني بوسه. تعالي حبيبتي. قاعد تصورين وانا ما ادري؟ ها صورتكم اليوم مره قالك الفكتات هذه بايخه. شنو الحلو انت؟ ابي افهم شنو الحلو ان انت قاعد تصورين وانا عيوني مكحله؟ شنو الحلو؟ لحظة لحظة لحظة. وين الحالات؟ بفهم. صدقين؟ ما أدري إيش فيني هاليومين. قاعد تطري على بالي سالفة قديمة. تخيلي أمي وأبوي تهاوشوا. يوم أمي دارت من يدتي إن أبوي بخطب واحدة. ما أدري ليش هالسالفة قاعد تطري على بالي. يمكن ليش إن إحنا قاعد نمر ظروف تشابه السالفة، سالفة بيبي واللي قاعد يصير. ما أدري مو فاهمة اللي قاعد يصير فيني. هجور أنا قاعد أحاكي منو؟ لا تكفين حقريني أكثر. قاعد أسمعك. هجور حبيبتي ليش شي قاعد تسوينه بروحك؟ ترى انتي ألف من يتبناج. لا عمي ضاري ولا أخوي محمد، مو هذيلا نصيبك. صدقيني راح يجيلك نصيبك وراح تحسين إن هذا نصيبك. بعدين انتي توش صغيرة وش حالاتك؟ وألف من يتمناج. أنا بالجامعة الكل يسألني عنك، اللي تبيش حق أخوها واللي تبيش حق ولد عمها. هجور لا تسوين كذي بروحك، ترى انتي ألف من يتمناك. تعالي يبجي يبجي. أوه حلو أكلهم صراحة. قلت لك حلو. تعرف يا المطعم؟ لو مو هالمطعم ما طلعت معك. أدري بس شلون عرفتي؟ انستغرام. مشهور يعني؟ معروف يعني. هو الأكل وايد حلو لأن طول الأسبوع أكل أكل دايت فعبالي إنه حلو. غير الطعم. ندوية. 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 إيش فيها؟ بنتي ماي. ندوية. Thank you.
أعرف شنو فيه، إحنا الحين بالمستشفى. إيه طاحت علينا فجأة. خلاص مالي خلق الحين أتكلم، بعدين نسولف. طمنينا إيش صار؟ بعد شوية الدكتور يطلع ويقول لك. ما فينا ننطر، أعصابنا تعبت. انطر. بيكا يلا ماما بسرعه خلصي لولو مستعيله. ايش فيك؟ ايش فيك مستعيله؟ وين رايحه؟ بروح المستشفى، رفيجتي بنتها تعبانه ونوموها. منى؟ ايش درك؟ بعد ما اختبيتي كذي انت الا مبين واحده وايد عزيزه وغاليه عندك، فماكو غيرها منى بعد. ايه صح. يلا انا بمشي، تبي شيء؟ لا دير بالك يلا. بيكا انا بنطركم بالسياره. السلام عليكم. خطاكم السوء. ماما روح سلمي على خالتك. شلونك خالتي؟ هلا. شلون الحين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حياك. تفضل. باباي. ايش اخبارك؟ عسى تمام؟ عسى تمام ان شاء الله. ماما مو كنا هذا اللي سوى بيتنا؟ اي ماما هذا ابونا الدوية وزوج خالتك منى. انا توني كنت قاعدة اسألها شلون صحتها الحين؟ شلون صارت؟ والله ما يندرى، محتارين بالاعراض اللي جاتها وعلى الله ناطرين التحاليل. شلون عرفتي؟ شفت بالانستغرام. انا نزلت بوست بالانستغرام ونزلت باكونت الشركه، حطيت صوره ندويه وكتبت تحتها دعاء. شفته. يلا متى تصيرين زينه ابي العب معاك، انا ولحت عليك وايد. وانا بعد ولهان عليك. وانا بعد. يلا متى تصيرين زينة عشان نطلع مع بعض، نتعشى مع بعض، نروح السينما مع بعض؟ أنا كل ما أسأل أمي، أمي تقول أمك مشغولة. وأنا بعد كل ما أسأل أمي تقول خالتك منى مشغولة، كلنا مشغولين. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا عمتي. خطاكم سو خالتي. خطاك اللاش. حياك عمتي، تفضلي. وينك ما تاخرتي عليها الكثير؟ كنت اصلي العصر، كان ضيفت ضيوفك. لا خالتي ما يحتاج، اصلا انا ما اقدر اطول، عندنا زواره في البيت. اي جزاك الله خير، ما قصرتي. ايش دعوه؟ ندويه مثل بنتي، وان شاء الله بتصير زينه وترد لكم بصحتها وعافيتها. يلا انا استاذن. حبيبتي. صيري زينة عشان تردي تلعبين مع لولو، اوكي؟ ان شاء الله. يلا ماما. ما قصرتي. يلا باي. 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 خليني اروح اشوف الدكتور، اشوف شو يصير على حال الهواء. ايش
جايبها عندنا؟ تكفيني ماما وقتها. رايلك ان ما مسكتي راح يروح من يدك يا يمه، هذا انا قلت لك. ما ترى مو وقت. ايش فيك؟ الو. تعرفي انا قلت لحالي خلاص، لا بقى بدك تشوفيني ولا عاد تحاكيني، خصوصي بعد اخر جلسه. قلت خلاص هاي البنت غيرت رايها. لا عادي ما صار شيء، واستنتاجك محله. انا ما اعتقد اني راح اكمل معك الجلسات، اعتقد لحد هني وكفايه خلاص. ليكي بيبي، انا بعرف انه الصدمه بتكون يعني صعبه شوي وبتاخذ وقتها. ندى قاعد اقول لك خلاص خلاص، شيليني من بالك، لا تشغلين نفسك فيني. انا اقول روحي شوفي اخوك بالمستشفى، بنته تعبانه. يعني انت ناطر بس الموافقه الحين؟ اي والله يا العم، الاوراق كلها جاهزه، ومن توصل الموافقه ارتب شغلي واطير على طول ان شاء الله. وي طه امي بلشت الدراما. يما ايش فيك الدمع على طرفه ولا الحين ما راح وانت كذي؟ وعليا عاد هذه امه ما تنلام. وليه احنا ايش قلنا؟ ما قلنا شيء. ولدك راح يدرس يدرس مو يحارب. الله يهديك. بس العلم جهاد. بدني ما ترى الحين صار في شيء اسمه سناب شات، فايبر، فيس تايم، وايد في برامج بتشوفينه كنا قريب يمك ولا كنا مسافر. ولا كني مسافر. سمعتي امك تقول ولا كني مسافر. بس انا مالي شغل فيكم، يعني بخاطري بكوى ما ابكي. يبكي عادي مو مشكله، بس هذه بكوى فرح. ولدش بيب الماستر بيرفع راسنا. اكيد بيرفع راسنا، اصلا كلهم رافعين راسي. الله يوفقهم ان شاء الله واشوفهم باعلى المراتب يا رب. ضحكي ضحكت بعد فيك اكثر اكثر زياده. زين خلاص. تعالي بدور هجر. وين مرتها رفيجتها وراحوا حق رفيجتهم توها والده؟ هاجر بنت خالتكم قاعده عندكم طول الوقت في البيت؟ اي بعد هي بنت اختي ورابي ويا البنات من صغرهم. اي اي حبيبتي كنها اختنا. ماما اكلي اكلي. بيبي هلا تعالي ابي شوي. ان شاء الله عطني كلينكس. تعالي ان شاء الله يهديك. بس الحين اذا طلع قبولي ايش راح تسوين؟ ترجعين بيت ابوي ولا بتكملين تقعدين بالشقه؟ لا تحاتي، حسبت حساب هاليوم. يعني اكيد اذا انت رحت وسافرت وخليتني وين بروح؟ برجع بيت ابوي. اصلا طلعتي بشقه بروحي ما لها اي معنى. بعدين البيت راح يصير ضيقه خلق من غير كآبه، تعودنا عليك انا ولولو. والله انا اللي صعب علي افارقكم، بس قولي عاد ان شاء الله يطلع قبولي. لا ان شاء الله، ليش كذي تفاول؟ دام اوراقك خالصه وكل شيء ذاهب ليش؟ تقول ان شاء الله ووكل امرك لربك. ان شاء الله. قوة. هلا. قويتش، هلا هاجر. شلونك محمد؟ تمام، انت شلونك؟ الحمد لله بخير. ها تأخرت عليكم؟ لا عادي، كنا قاعدين نسولف. بصيت ليش تأخرتي؟ زحمة الشوارع الله لا يوريك، شوارع واقفة من الزحمة. لا محمد ما قلت لي متى القبول؟ والله إن شاء الله يبين هاليومين، يلا تفتكون مني. لا ليش تقول كذي؟ ما راح نفتك منك، بالعكس راح نفقدك. أصلا لا تشوف بيتكم عقب ما تروح. توقع راح يصير عزل، كل راح يقعد يبكي. لا حول. بسم الله علينا، انت ايش حق تفاولين على اخوي؟ لا يبا قاعد غشمر، الله يوفقك ان شاء الله. بس صدق راح نفقدك وايد. انا ان شاء الله كل ما حصلت فرصه راح امركم ان شاء الله، بس عاد لا تحنون تكفون عاد، لا تقلبونها دراما. ترى انا من ربع قانون الجذب. وقانون الجذب شو يقول؟ شو يقول؟ يقول اذا اردت الشيء بشده طردته، فتكفون الا بعثتي لا تطردونها، الله يرحم والديك. ان شاء الله ان شاء الله. بتروح بتدرس وبتبيضها. ان شاء الله ان شاء الله، الله كريم. أنا ما أدري ليش نامت عندها الليلة. البارحة هي نايمة عندها. ولو رد البيت ماخذة شوار ومغيرة ملابسها مرتاحة شوي أحسن وايد. لا تلومها يمة، أم والأم متعوف الدنيا وما فيها. لا شافت ظناها مريض. مرتك الحين تطالع الله وتطالعك الحين. فعليك عمتي. وأنا مقصر معاها بشيء. وأنا بعيوني. إي والله يا يمة، وأنا تستاهل كل خير. إلا بقول لك يا بدر. قولي يا عمتي. في ناس
ما تحب الخير للناس ولا تحب تشوف اثنين متزوجين متفاهمين مع بعض. ايش بتقولين محمد انت بتقولين شيء؟ ظنيت يا بدر كلامي مفهوم ما يحتاج اني انا اعيد وازيد. لا ما فهمت، فهميني اكثر. المثل يقول لك اللي ما فيه خير تركه اخير. يلا حبيبي انا طالعه. وين؟ بروح السوق شوي مع هاجر وتالي بنروح الصالون. انتي هاجر بروحكم؟ اي بروحنا، لان مرت اخوك مشغوله والبنات كل واحده بدوامها، فقلنا نطلع ويا بعض ونغير جو. زين هذه هاجر ما عندها دوام، ما عندها محاضرات شيء؟ والله ما ادري حبيبي، بس اللي عارف انها ما عندها محاضرات. يلا عن اذنك، ترى البنت واصله ناطرتني تحت. صح اسالك، احنا مطولين بهالفندق؟ لا يعني فترة بسيطة ونطلع. اي زين يلا عاد اذنك. يعني انا معقولة ادرى من بيبي الغريبة وما ادرى من ابن خالتي؟ بيبي هي اللي قالت لك؟ بيبي هي اللي قالت لي ايه. عن جد يا عم الشوم عليك، تصرفاتك مو طبيعية. الغريبة بتقلي إنه بنتك مريضة وإنت لا، بتعاملني كأني غريبة عنك. شو أسوي ندى؟ أنت شايفة العفسة واللوية اللي جتنا؟ البنت طاحت علينا فجأة. بعدين أنا نزلت البوست بالإنستغرام عشان أفتك من المعاتب، مالي خلق معاتب، مالي خلق أحد يقول لي ليش ما قلت وليش ما علمت، مالي خلق. عن جد تبريراتك ما بتخلص. كيف حبيبتي؟ طمني عنك. الحمد لله. تمام انت منيحة؟ ايه الحمد لله. والأمورة هالحبيبة قلبي كيفك؟ كيفك يا روحي؟ سلامة قلبك. لا اليوم طالع حلوة كتير. حياتي شو أخبارك؟ طمنيني عنك. أنا كتير اشتقت لك. يلا هلا بدي أخذك مشوار ونروح ونترك ماما وبابا وناخذ لنا لفة، شو رأيك؟ ولا جيب لك لعبة؟ لعبة؟ تكرم عيونك التنتين، كم ندى عندي أنا؟ أحلى لعبة لعيونك. طمنوني عنا، شو قالوا لكم دكاترة؟ الحين ماكو شيء ولا قالوا لنا ولا. طيب، ما عليه إلا العافية إن شاء الله. إن شاء الله نتيجة التحاليل والفحوصات بتكون تمام. تحاليل طلعت يعني؟ لا للحين. ليش ما طلعت؟ بس إن شاء الله خير يا رب. ما عليك إلا العافية حبيبتي. طيب منى تعي حبيبتي، تعي بدي احاكيك برا. تعي حبيبتي حنطول عليك. يلا خذ راحتك. يا حبيبتي بابا متى نطلع من المستشفى؟ والله مليت خلاص. نطلع قريب ان شاء الله، لا تهاتي بعدين.